صوت طيبين. ان شاء الله يوم الاحد كده بقى ايه المرحله دي ان شاء الله. يعني طبعا بيتعبوا كلهم وفقوا فيها، بس اول حاجه واهم حاجه انا عايز تعرفوها ان انتوا ان شاء الله تنجحوا. الدكتور مش زي اي حاجه ثانيه، الكليه عندنا مش زي اي حاجه. الدكتور دايما لما يجي بس يجي حد مثلا يقول لي كده انا عندي مثلا والدي عيان او بنتي عيانه او كده، يقول لي شوف لي احسن دكتور. يعني يقول لي شوف لي نص نص ربع ربع. لا، فالمطلوب منكم ان لازم تكونوا انتوا تبذلوا مجهود عشان تبقوا احسن دكاتره. يعني هنا ما يقدرش المستوى نص نص او ربع ربع، زي ما بيقال كده النص نص ما عندوش. يعني انتوا جيتوا كلكم بمجموع 99% او 100%، مطلوب منكم ان انتوا لازم تعتمدوا على المستوى ده. فاللي يعني اكيد السبب عشان يشتغل عشان ينجح غير مقبول، او يجي مقبول غير مقبول. جيد، احنا بنشتغل على الناس اللي داخل الكليه عشان تجيب امتيازات. غير كده مستوى اللي غير كده غير مقبول. حد يجي يقول لي امتحان صعب ولا كده، ما هو مش مطلوب، مش مطلوب ان احنا نجيب لهم حسن، ومش مطلوب منهم يكون واحد يعني بيشتغل عشان ينجح. لا، اللي بيشتغل عشان ينجح ده احنا مش عايزينه من الاساس يسقط احسن. يعني ما حدش هيقبل ان يروح للدكتور وهو زي ما كده نص نص. يبقى مطلوب مننا ان احنا زي ما جينا بالمجموع 100% او 99% كام كان المجموع كامل لحد الان كليه الطب جامعه القاهره كام؟ كام؟ 98؟ 98. طيب 98 شويه بس. طيب يبقى احنا عندنا الامتياز من اول 85%. فيبقى غير مقبول، غير مقبول خالص حد يجيب غير امتياز. طبعا في ناس بتخش كده في الدكتور بتقول يعني لا احنا دخلنا جامعه بقى ويعني لا. عندنا هنا في الكليه بنخش اول يوم، من اول يوم يعني احنا اول محاضره بره هنا في الجامعه بتعرضوا يوم الاثنين. اول محاضره بره كان المفترض فيها ان مثلا ان المفترض فيها مثلا ان انزل لهم انا مثلا كل الضرر اديله محاضره يعني كده تعريف كده وانا خلصت المهمه دي دلوقتي. التعريف ده دايما ما بياخدش اكتر مني من 10 دقائق ربع ساعه عشان ما اضيعش محاضره يا جماعه. غير الكليات الثانيه مثلا حد اللي هو واقع عيني مثلا يقول لك ايه ده الكتاب بينزل بعد 3 اسابيع ومش عارف المحاضره الدكتور بقى دخلنا بعد شهر المذاكره بعد شهر ونص ذاكرت انا قبل الامتحان نص سنه مش عارف اسبوعين. لا، احنا عندنا هنا انا بقول ان انا كنت بضيع من اول محاضره 10 دقائق وانا زعلان. فانت من اول محاضره بتنزلوا قدامكم محاضرات اللي هيقعد يستنى مثلا يفوت مثلا اسبوع او 10 ايام وبعدين يبتدي يفتح الكتاب وبعدين بعد شهر يبتدي يذاكر هيكون فاهم منه 2 شابترز على الاقل. هتضيع سنه. فبقول تاني ان احنا غير كل الكليه، وانتوا غير كل الطلبه. لازم تعرفوا ان انتوا غير كل الطلبه، دي لازم تعرفوا. انتوا احسن من الطلبه. ولازم تستوعبوا ان انتوا احسن. خلقا معينا. لان اذا كان الدكتور مش شاطر مش مطلوب، الدكتور اللي هو البواقع فلازم تبقوا عارفين ان انتوا لازم تكونوا قوانينكم احسن فعلا علما وخلقا. وخلقا قبل علما يعني. فيعني لما يجي واحد مثلا يطلع خطه صغيره لو علما انحاسوا عليه. انحاسوا جامد ان هو المفروض يتشاط. لو خلقا بقى بيتحاسب 7 سنين. ساعات كده مثلا
الدولة المفروض هو يوصي. أنا بقول تاني، أنا ممكن أقبل التصرف ده من واحد مثلا من كلية جامعة جامعية ولا 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 ولا، لأن أنتوا جنبه. يا جماعة أنت أنت تشوف عيان عيان بيخش عندك ممكن يقلع هدومه ولا يقول لك أسراره ولا ولا كده، فأنت لازم تبقى على هذا المستوى. ما ينفعش غير كده. فبنقول تاني إن أنتوا ما تخشوا من أول يوم هيبقى إيه؟ تخشوا على الاساس ان انتوا من اول يوم عايزين تبقوا جنات من اول يوم. انا عايز الناس الموجوده دي هي اللي بتشتغل على مستوى معين اللي هو الجهاز، ما تشتغلش على حاجه ثانيه. بنلاقي صعوبات شويه، بنلاقي صعوبات شويه. احنا كلنا موجودين عشان نسهل لهم هذه الصعوبات. كلنا موجودين عشان نسهل لهم هذه الصعوبات. أول عامل الكلية لأقل عامل في الكلية. ومحدش الحلم إن هو يطلب مثلا مساعدة في أي مجال. مكتب عميد الكلية أنا عمري ما شفت مكتب عميد الكلية مفتوح لكل الناس اللي عندنا. فأي حد برضه أي حد في الكلية هنا عايز يخش مكتب عميد الكلية ممكن يجي يقدم طلب للوزير مثلا. هنا مكتب عميد الكلية مفتوح لكل الناس. انتوا بالذات بيخشوا، انا عارف ان هيبقى في عندكم مشكله، ان انتوا المشكله الرئيسيه عندكم ان انتوا بتدوا الدراسه الانجليزي. حد هنا كان مدرسه الماني؟ طيب الناس الثانيه بقول ان هي هتلاقي صعوبه شويه باول مثلا اسبوعين ثلاثه. هتنزل المجهود اقل شويه وبعد ثلاث اسابيع بعد اسابيع بتكون خط خالص. واحنا معاكم دايما لما بيجي بينزل في اول مباراه بيبقى عارف كده، فبياخد باله قوي ان هو يتكلم بالعربي، عاده يتكلم بالعربي، بس في مصطلحات بالانجليزي بيحاول يقولها بالانجليزي ويقولها بالانجليزي يعني بالانجليزي المعرب. يعني مش عارف في كلمتين كده. فما يعني ما حدش استصعب شويه الموضوع ده، هتبص تلاقي ظرف اسبوعين ثلاثه للحد. ففي مشكله في حلقه هتقول عليها فيها ان شاء الله تكون بظرف اسبوعين ثلاثه تكون الحد. بعد كده واحده واحده هتقول على مثلا شهر كده هتقول هتلاقوا ايه عادي خالص، لكن غيرنا من المذاكر عادي للانجليزي وبقت العمليه سهله. عندنا في المدرسه، الحاجة اللي أنا عايز أبقى معاك إحنا للأسف في مشكلة عندنا إن إحنا اتعودنا وإحنا في المدارس من أول سنة حضانة. أبص ألاقي الحضانة دلوقتي بياخد دروس. بياخد بيقول لك يا جدعان الحضانة معاها المدرس الخصوصي الجديد. وصلنا لغاية ثانوي لازم ناخد درس. طيب أنا بقول يا جماعة لا لا في مثلا ناس يقول لك اصل الدكتور ياسر بيحارب الفلوس، الدكتور ياسر مش عارف ايه. يا جماعه ما حدش بيحارب حد. يعني انا مثلا بقول لكم كده اللي خد درس انا لا بحارب اللي خد درس ولا بحارب الدكتور اللي عندي اللي بيدي درس. ما بحاربوش. بس انا بقول حاجه واحده، نصيحه ليه؟ ان احنا اللي ننزل لكم المحاضرات احسن من اللي نديكم الدروس. غير كده عندكم في راجل علام اسمه الدكتور رشيد بيعمل مجموعة الصبح بلاش ينزل لهم يديهم كل المادة. فانتوا ما تكونش حاجة ان انت هتدرس. واحد خلاص انت واحد مش مستريح نفسيا انت تقول له ياخد درس. خلاص يا جماعة ياخد الدرس. بس انا بقول لكم ان هي المحاضرة هنا احسن من الدرس. مجموعة الدكتور رشيد احسن اكيد من الدرس. خلاص انت واحد معاه فلوس زياده وبتاع عايز تعزمها خلاص انت حر. لكن احنا ما بنحاربهمش. لان انا بقول احنا لو حاربناهم لو احنا حاربنا عايزين نقلل الدروس فعلا هجيب الناس اللي بتدي دروس وهقول ما بتديش دروس. ده راجل شغال معايا وهو عارف كويس ان هو لو قلت ما تديش دروس او الاسم عندنا قال له ما تديش دروس مش هيدي دروس. انتوا حرام
وبعدين ده حاجه ولازم تذاكر من الكتاب بتاع الاسم. اذا جيت مذاكره بره انا مش هعرف. وانا بقولش كده يعني انا بقول كده. كتاب الاسم ده عاملينه كل اساس الاسم. كتاب الاسم ده احنا عاملينه وعاملينه يعني حتى لما بنبيعه بره مكتبه بنبيعه بنبيعه تقريبا بثمن التكلفه، يعني احنا مش عاملينه عشان حد ليس يعني احنا ما بنكسبش الكتب خالص. ما حدش في الاسم عندنا بياخد ولا مديون الكتاب ده. معلش يعني مش هقول لكم كده يعني احنا اساسا مش معناش تجاره. لكن احنا بنقول ان انت لما تيجي تخش المحاضره تمشي المحاضره وتيجي تجرب في الامتحان يجي لك المحاضره وكل امتحان في كتاب الاسم. يعني انا مثلا لما بحط امتحان سنه اولى وثانيه ومعانا دكاتره بقى وبيعرفوا مين دكاتره الحاله اللي بيحطوا الامتحان معانا بيجي لي الكتاب ويجيب على وش الكتاب. يجي حد بقى ذاكر من المذاكره بره يجي يقول لي انا ما بعرفش ايه ده ايه العنوان ده؟ ما شفتوش. اقول له انت عنوان عندك في الكتاب. فلو سمحتوا يا جماعه ما حدش يقول لحد كده او حد يشوف من حد ان المذاكره دي اصلها سهله. حد يقول لي ان المذاكره بتبقى سهله عن الكتاب. ما انت لو حضرت المحاضره هتفهم ان الكتاب هيبقى كتاب بالنسبه لك سهل. المشكله بقى اللي بيحصل ان انا بشوف الناس انتوا عندكم منزلين ينزل ثلاث مدرجات شغالين في نفس الوقت. ثلاث مدرجات فيهم ثلاثة أساسا مختلفين. في ناس يقول لك أصل الليزر أنا ما بفهمش منه، ما أنت عندك اثنين أساسا تانية. عندهم ثلاثة أساسا. شوف مين اللي يعجبك، ما أنت ممكن ده يعجبك ده أنت تفهم منه، حد تاني يفهم من واحد تاني. شوف اللي مستريح له احضره. يعني إحنا ما بنقولكش بقى لازم تحضر المدرج بتاعك، لا. في ثلاثة أساسا احضر لأي حد فيهم، بس على الأقل تحضر واحد فيهم. أنا بشوف المدرجات ساعات فاضية. وبعد كده في ناس بتيجي تزعل تقول ان هو ما نجحناش زي ما احنا عايزين واحنا ذاكرنا كويس وما جبناش كويس. ما هو يا جماعه الامتحان بيجيلكم من المحاضره ومن الكتاب. انا بقول ليكم مطلوب منكم ثلاث حاجات، اللي بيوصيهم بيجيب اللي هو عايزه. اللي انت بقول تاني انت طالب مش زي اي طالب، انت طالب كليه طب ومطلوب منك ان انت تثبت ان انت طالب كليه طب. يعني لازم تذاكر اكتر من اي حد تاني. بقول تاني ان الكليه الثانيه سنه اولى اللي بتيجي تذاكر بعد شهر شهر ونص من بدايه الدراسه. لا احنا بنبتدي من اول يوم، من اول يوم يعني اول يوم. تاني حاجه هتذاكر من الكتاب تاني حاجه بتاعت المحاضره. حضرتك بقى بعد كده الدرس بعد المحاضره بتعمل ايه بقى؟ في مطلوب مننا المواعيد العمل، مواعيد العمل السنه دي يا جماعه برضه ممكن يقول لكم كان عامل بقى بسيط وبتاع وفي حضور وبتاع والحضور مش مهم وبتاع. العمل اللي ما بيكملش 75% من محاضرات العمل بيحل من الامتحان. والكلام ده كان شروط طلاب وصلوا حتى الناس بتوعي حتى في لجنه شروط طلاب اتقال ان لازم هينفذ القرار ده. 75% من محاضرات العمل اللي مش هيوافيهم مش هيخش الامتحان. معاكم دلوقتي معانا الدكتوره امينه انصاري مسؤوله عن سنه ثانيه والدكتوره حنان حسني مسؤوله عن سنه اولى. الدكتوره حنان هي المسؤوله عن سنه اولى بالنسبه لنا. الدكتوره حنان بنتها زميلتها بقى اهم حاجه بالنسبه لنا. هي هتكلمكم على سنه اولى وهي تساؤلات بالنسبه لكم هتجي لكم عليها وهي عشان انا هقراها عشان انتوا عارفين هي اللي بتحط الامتحان. بس انا دايما بتكلم معاها فعلا زي تجيب امتحان صعب. ازاي وانا لسه الدكتوره حنان حسني بس انتي صراحه سنتها مش معاك يعني اكبر منكم سنتين يعني.
الاول في النص الاولاني وادي كورس جديد في النص الثاني. وعندنا امتحان نص سنه يبقى عليه 30 نمره. خلاص بيبقى ليه ام سي كيو او ام سي كيو مع ريتم حسب نختار او ريتم بس. يعني قبلها هنتابع عليه. خلاص؟ امتحان اخر السنه بيبقى ريتم 75 65 درجه بيبقى عليه في 10 درجات ام سي كيو. الشرعي بيبقى عليه 20 درجه والعمل يبقى 25. خلاص انا بعملهم كلهم هطلع 15 15 اند كورس 15 و10 اند كورس يعني انا بعرف اكتبه من 150. خلاص فارجوكم بس انكم تذاكروا من اول يوم. خلاص ولا تلتزموا بحضور المحاضرات. واي حد عنده اي حاجه لا يتنهاش يجي على طول يسال يتاكد واحنا كلنا موجودين كل يوم. الغالبيه يعني مش كلنا هنا كده اي حاجه تخصكم بالنسبه للامتحانات بالنسبه للمشكله في المحاضرات تقولي انا اشوف ايه المشكله. خلاص في حاجه عندك اي سؤال في الكلام ده او عايز تستفسر عن حاجه؟ بس تستأذن الأستاذ وتقولي له هيقول لك طيب وحطي